المستوى الدفاع. اذا نادر المياغري في حراسه المرمى، عبد اللطيف نصير عن الليك ان بين مونبيلي وباريس سان جيرمان في ملعب لاموسون. هذه كره مره اخرى برادا يرفعها في القائمه الثانيه وخروج الحارس تشاكولي يقطع الطريق امام اللاعب زوير فطال. فتح الرباطي سيمثل المغرب في مسابقه الشامبيونز ليغ الى جانب فريق المغرب التطواني بطل الدوري المنتخب الاولمبي في الاولمبياد بيرمادي تسديده. هنا تكمن خطوره المنتخب المغربي. هذه التسديده الثالثه جاءت اليسرى زكريا بركديش. زكريا بركديش وفي إذن كرة جانبية حتى الآن، تغيب الفعالية في الخط الأمامي. وعادل أرماش يصعد للتنفيذ. إذن أرماش لمن يا أرماش يرفع كرة أرماش والحارس تشاكولي يصد كرة تبقى خطيرة ويبقى الضغط للمنتخب المغربي. تشاكولي نورتين مرابط يمارس هوايته من المراوغة عرضية وتشاكولي يقرأ التمريرة بالمهدي كارسيلا وكرة في القائمة الثانية ريغاتو وسدد لكن الحارس يرفع كرة في منطقة الجزاء. هذه فرصة لكن هنا حارس على تنفيذ هذه الكرة بتلعب بكراسية خروج لحارس المرمى عادت. يا الله لا أدري ما هي خروج لحارس المرمى حسين صوب لكنها لم تكتمل. سعد السيل عالية بكراسية وصلت إلى حارس المرمى بكما شتي بابا تشكوي. تذهب هذه الهجمة إلى أدراج الرياح بعد محاولة كانت جادة هنا في الجبهة. كريم يوه على الكرة الماضية يعقوب عبد الكريم لم يتعامل معها لا بالطريقة الصحيحة. تبدو لحديد، حديد ينتظر خبر جديد. المشافري الله قدم يسرى كانت صاروخية كانت قوية لكنها ردت الفعل المثالية من بابا. قدم يسرى قوية من المشيفري يونس يا عبد العزيز. يا الله عبد العزيز المقبلي غمزة غمزة وحطها بلمسة إلى حارس المرمى بالقدم اليسرى لكنه ما زال بابا. تعب منتخبنا الوطني عالية وصلت سهلة كالعادة في أحضان حارس المرمى بابا تشكوي وصلت سهلة بانتظار آخر